صباح الفل يا شباب، انا دكتور محمد غبوشي وهنشتغل النهارده ان شاء الله مع بعض محاضره مهمه جدا. محاضره دي بالنسبه لنا هتبقى هي بدايه الجزء الخاص بالبروجرامينج. احنا في المحاضره بتاعت النهارده هنتكلم على شويه فاندمنتلز، شويه مبادئ، يعني ايه بروجرامينج وايه هي خطوات البرمجه، تمام؟ وبعد كده هنبتدي ندردش شويه في شويه ديفينيشنز، شويه تعريفات مهمه هنحتاجها في الكورس بتاعنا. ثم بعد كده هنخش نتطرق يعني ايه فلوت شارت ونبدا نكتب اول بروجرام بتاعنا. تعالوا نبدا مع بعض. في الاول خالص احنا بندرس كورس اسمه ايه، اساسيات برمجه هيكليه. طب يعني ايه برمجه؟ اي واحد هيدرس كورس ده لازم يجي في باله الاول يعني ايه برمجه. الناس كلها متخيله ان برمجه معناها ان انا امسك كود وابتدي اكتب كود على طول مباشره. الكود خطوه من خطوات البرمجه، لكن مش هي معنى البرمجه. البرمجه لما اجي اتكلم واقول لك يعني ايه بروجرامينج، بروجرامينج في الاساس هي عمليه حل مشكله. يعني ايه؟ يعني انا عندي موقف ما، مشكله ما انا اتحطيت فيها وعايز احل المشكله دي. فهتحل المشكله دي ازاي؟ بذكائك المنطقي العادي خالص، اللي هو انا هعمل واحد الخطوه الاولى ثم الخطوه الثانيه ثم الخطوه الثالثه ثم الخطوه الرابعه. يبقى انا دلوقتي اقدر اعرف ان البرمجه هي عمليه حل مشكله. يبقى بروجرامينج هي ايه؟ هي بروسيس اوف سولفينج بروبلم. طيب خطوات البرمجه ايه؟ اول حاجه ان انا احلل المشكله بتاعتي. يعني ايه؟ انا عندي مشكله ما، فاول خطوه عندي بعملها ان انا ببتدي اعمل انالايز للبروبلم، احلل المشكله بتاعتي. هي ايه ابعاد المشكله؟ ايه مدخلات المشكله؟ ايه مخرجات المشكله؟ الكلام ده كله. تاني حاجه ببتدي اصمم، اعمل ديزاين لحاجه اسمها الجوريزم. يعني ايه الجوريزم يا دكتور؟ الجوريزم يعني الستبس، الخطوات بتاعه حل المشكله. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي البروجرامينج، عشان بس الناس في كتير ناس كتير قوي بتتلخبط في الفرق ما بين البروجرامينج والالجوريزم. البروجرامينج هو العمليه نفسها، البروسيس نفسها، ازاي احل المشكله. لكن الالجوريزم هو ايه؟ هو خطواتك لحل المشكله. يعني الخطوه الاولى هعمل فيها 1 2 3، الخطوه الثانيه هعمل فيها كذا، الخطوه الثالثه هعمل فيها كذا. يعني ابسط حاجه ممكن نضربها على المثال على الكلام ده كله، ان انت مثلا قلت لك انت عندك مشكله، عندك مثال رياضي، مساله رياضيه، قلت لك حل لي او احسب لي مساحه مستطيل. ده مثال صغير خالص اهو. عشان احل مساحه المستطيل دي مشكله عندي، يعني ده موقف انت اتحطيت فيه مساله رياضيه وبقول لك حلها لي. طب احلها ازاي؟ احنا تعودنا من الماثيماتكس او من الرياضه ان انا بعمل ايه؟ اول حاجه بجيب قيمه الطول، ثم بعد كده بجيب قيمه العرض، ثم بعد كده بحسب المساحه اللي هي الاريا اللي هي الطول في العرض. صح كده؟ طيب يبقى هو ده ايه؟ ده الالجوريزم بتاعك اللي هو خطواتك لحل المشكله. ان انت بتقول مثلا ان اول حاجه لو انا هعمل بروجرام او هعمل برنامج يحل لي مساحه المستطيل، فيبقى الالجوريزم بتاعي طريقه تفكيري ايه هي؟ هي الخطوه الاولى ان انا بستارت البروجرام، ان انا ببتدي البرنامج، بفتح البرنامج، ثم بعد كده بعمل ايه؟ بخلي المستخدم، بسمح للمستخدم يدخل لي ايه؟ قيمه الطول، ثم بعد كده بسمح للمستخدم يدخل لي قيمه العرض، ثم بعد كده بعمل ايه؟ بحسب المساحه ان انا بضرب الطول في العرض، ثم بعد كده بعرض على الشاشه اللي هي الايه قيمه المساحه بتاعتي. يبقى اللي انا بقول عليه اللي هو الديزاين ده اللي هو ايه الالجوريزم ده خطواتك لحل المشكله. ثم بعد كده الالجوريزم اللي انا كتبته ده ببتدي احوله لايه؟ لكود. هنشوف كل الكلام ده، انا بس دي دردشه سريعه بس في الاول. ثم بعد كده ببتدي اعمل ايه؟ الكود ده بروح جاي محوله، بعد كده ايه حولته الكود ابتدي اعمل له فيريفيكيشن. يعني ايه فيريفيكيشن؟ ان انا اتاكد ان الكود والالجوريزم بتاعي دول شغالين صح. طب لو هما شغالين صح يبقى 100 100، خلاص ايه انا كده خلصت البروجرام بتاعي اللي انا بعمله. طب افرض ان انا لقيت عندي مشكله في الكود، في كتابه الكود، مشكله واجهتني وانا بنفذ الكود، لقيت فيه مشكله في سطر ما. طب السطر ما ده المشكله دي بحلها ازاي؟ ببتدي اراجع الالجوريزم بتاعي، تمام؟ ثم بعد كده ابتدي اراجع مين؟ اراجع ايه الكود. يعني ممكن الغلطه اللي عندي دي تبقى في الكود، وممكن الغلطه تبقى في الالجوريزم نفسه. يبقى دي الخطوه الاخيره اللي هي المينتنس.
طب تعالوا بقى نمسك كل خطوة كده ونبتدي نشتغلها مع بعض. لما اجي اقول لك انا عايز احلل المشكلة، analyze problem، طب دي بتتحلل ازاي، بتتعمل ازاي؟ اول حاجة ان انت عندك البروبلم بتاعتك دي تبتدي تفهمها، understand the overall problem بتاعك، تمام؟ يعني تفهم ابعاد المشكلة ايه. طيب ابعاد المشكلة دي افهمها ازاي؟ يعني انا مثلا المثال بتاع مساحة المستطيل، عشان اقول لك افهم ابعاد المشكله بتاعتك تفهمها ازاي، انك الاول تروح جاي قايل لي ايه، تقول لي والله مساحه المستطيل دي هيبقى، لو انا عايز احسب المثال ده فانا محتاج ان انا احدد مدخلاتي. يبقى اول حاجه ان انا ايه، هحدد ايه هي الانبوتس بتوعي. ايه هي الانبوتس بتوعك في المثال ده؟ كانت الطول والعرض، يبقى اللينس ومين والويتس. طيب تاني حاجه محتاجها انك تحدد ايه، تحدد الاوتبوتس بتوعك، المخرجات بتوعك. طيب الاوتبوتس بتاعك هنا في المثال ده كان مين؟ كان الاريا اللي هي المساحه. طيب محتاج حاجه تانية عشان اقول ان انا قدرت افهم المشكله كلها. محتاج ايه؟ محتاج اقول ان انا هل البروجرام بتاعي ده بيمانوبيليت داتا. يعني ايه بيمانوبيليت داتا؟ بيمانوبيليت داتا يعني انا في عندي معادله بستخدمها ولا لا. في عندي معادله. طب ايه هي المعادله؟ ان الاريا بتساوي الطول في العرض. يبقى كده البرنامج بتاعي ده بيستخدم معادله في الحسبه بتاعته. يبقى هنا دي اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو البروجرام بيمانوبوليت داتا. يبقى لما اقول لك البروجرام بيمانوبوليت داتا، دي معناها ان انا في معادله معينه بستخدمها في البروجرام بتاعي. طيب في حاجه تانية، ان انا احدد هل البروجرام بتاعي ده بيحصل في عندك مع اليوزر في حاجه اسمها يوزر انتر اكشن، يعني في تفاعل مع المستخدم ولا لا. يعني البروجرام بتاعك ده بيتفاعل مع المستخدم ولا لا. طب اعرف يعني ايه بيتفاعل مع المستخدم ولا لا؟ لو انت بتسمح للمستخدم ان هو يدخل قيم، يبقى معنى كده ان انت ايه، في تفاعل ما بين البروجرام بتاعك وما بين المستخدم. يبقى انت لازم تبقى انت، عشان اقول لك analyze البروبلم او حلل المشكله بتاعتك، يبقى انت لازم تحدد لي النقط دي كلها، ان انت تستوعب او تفهم الاوفرول بروبلم، المشكله كلها اللي عندك، تمام. تاني حاجه ان انت تحدد ايه مدخلاتك للبرنامج بتاعك ده. تالت حاجه ان انت تحدد ايه الاوتبوتس او مخرجات البرنامج بتاعك هيبقى ايه. بعد كده هل البرنامج ده بيمانوبليت داتا، يعني البرنامج ده بيستخدم معادله معينه في الحسبه بتاعته ولا لا. وبعد كده هل البروجرام بتاعك ده بيتفاعل مع المستخدم ولا لا. لو بيتفاعل مع المستخدم، يعني ايه يوزر انتر اكشن، تفاعل مع المستخدم، ان انت البرنامج بتاعك ده بيسمح للمستخدم ان هو يدخل قيم او لا. طيب تاني حاجه الالجوريزم. لو احنا جينا نقول ان انا عايزك تكتب الجوريزم، الالجوريزم ده عباره عن ايه؟ اتفقنا هو خطوه بخطوه، ستيب باي ستيب، تمام، سولفينج بروبلم، تمام. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي لو انا عايز اقول اكتب الجوريزم لمين؟ للبروجرام بتاع مساحه المستطيل، حساب مساحه المستطيل. يبقى انا اول حاجه هعملها هقول ان انا عايز اعمل ايه؟ هعمل ستارت بروجرام، صح كده؟ يبقى انا اول حاجه عملتها ان انا هفتح البروجرام بتاعي. تاني حاجه هعمل ايه؟ بص الكلمه هقول له let اسمح يوزر، اسمح للمستخدم انتر مين؟ اللينس اللي هو الطول، رقم 3 let يوزر انترز الويتس. ثم بعد كده رقم 4 هعمل ايه؟ هقول له الاريا بتساوي اللينس مضروب في الويتس. ثم بعد كده الخمسة هقول له ايه؟ ديسبلاي اعرض لي الاريا اون سكرين على الشاشة. ثم بعد كده الخطوة الأخيرة اللي هي الخطوة السادسة، اللي هي مين؟ اللي هي اند او نهاية البروجرام بتاعي. يبقى انا دلوقتي لو انا قلت لك اكتب لي الجوريزم لاي حاجه، هو كل القصه كلها في ايه؟ ان انا برتب دماغي، برتب تفكيري بالتفكير المنطقي العادي خالص، اللي هو ايه؟ اول حاجه ستارت بروجرام، بفتح البرنامج، واخر حاجه اللي هو الاند، ان انا بقفل البروجرام بتاعي. ثم بعد كده ببتدي اعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان اي برنامج عشان يبقى منطقي
او يبقى برنامج ليه اهميه، ان هو يبقى ايه، ان هو لازم يتفاعل مع المستخدم. يعني ايه يتفاعل مع المستخدم؟ ان هو يخلي المستخدم يدخل له قيم. يعني انا دلوقتي لو انا هحسب برنامج لمين، لمساحه المستطيل زي ما اتفقنا، هل البرنامج ده هيبقى مفيد لو انا كبروجرامر حطيت قيمتين اللي هم مثلا 4 و5 وحطيتهم وبقى خلاص قفلت البروجرام عليهم؟ لا، مش منطقي. لكن من ايه، البرنامج هيبقى مفيد لو انا خليت المستخدم كل مره هو اللي يدخل القيم المتاحه بتاعته. يعني ايه؟ يعني مره هو عايز يحسب المساحه دلوقتي على ايه، ان الطول ب6 والعرض ب4، شويه كمان عايز يحسب المساحه ان الطول ب20 والعرض ب5. يبقى كل مره لما اقعد اغير القيم دي، ان انا بسمح للمستخدم ان هو يدخل قيم جديده، فبالتالي ان البرنامج اصبح مفيد. ودي فايده البرمجه، ان انا بعمل بروجرام يقدر كل الناس تستفيد منه، وتقدر كل الناس تشتغل عليه، لكن مش بعمل بروجرام ليا انا لوحدي. فيبقى انا لما اجي اعمل البروجرام ده ببتدي احط خطواتي انا المنطقيه او تفكيري المنطقي خالص لمين، لكتابه البروجرام ده. يبقى انا اول حاجه بعملها ان انا ببدا ليه، لستارت البروجرام. بعد كده احدد انا عندي الانبوتس بتوعي مين، زي ما اتفقنا انا عندي مين، الطول والعرض. يبقى انا هسمح للمستخدم يدخل الطول وهسمح للمستخدم يدخل العرض، يبقى دي خطوه ودي خطوه. يبقى الخطوه الثانيه ان انا اسمح للمستخدم يدخل الطول، والخطوه الثالثه ان انا اسمح للمستخدم يدخل العرض. ثم بعد كده ايه اللي انا طالبه؟ الاريا. اللي انا عايزه الاريا، الاوتبوت مين؟ الاريا. طب الاريا ده بحسبه ازاي؟ يبقى في معادله. ايه المعادله؟ اللي هي الطول في العرض، صح كده؟ يبقى انا ساعتها اروح جاي اعمل ايه، بعد ما دخلت الطول والعرض من المستخدم، هقول له ايه، هقول له والله الاريا بتساوي اللينس في الايه، في الويتس. ثم بعد كده هبتدي اعمل ايه، اعرض القيمه اللي انا وصلت لها دي على الشاشه، وبعد كده اقفل البروجرام بتاعي. يبقى ده كده اللي هو الالجوريزم. يبقى الالجوريزم باختصار هو مين؟ هو ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه من عمليه حل المشكله. طيب وصلنا للالجوريزم. الالجوريزم ده انا كتبت الالجوريزم بتاعي بالمنظر ده كده جمل، صح؟ طيب الجمل دي اللي هي ايه، اللي هي خطوات الالجوريزم خطوه بخطوه، صح كده؟ صح كده. كلمه امبلمنت الجوريزم، ان انا بقى حضرتك ببقى طالب منك ايه، تكتب لي الالجوريزم في جمل بالمنظر ده، ثم بعد كده هتعمل لي حاجه اسمها فلوت شارت. الفلوت شارت ده هو عباره عن ايه، جرافيكال ريبريزنتيشن، اللي هو حاجه إيه؟ رسمه او تشارت او فيجر انت بترسمه، تمام، ان انت بتحول الجمل اللي انت كتبتها دي لشكل تعبيري كده، اللي هو كفيجر او كرسمه. احنا دايما اتعودنا او اتعلمنا ان احنا لما بتعمل عندك معلومات ترسمها، الرسومات دي بتفضل في الذاكره عندك محفوره اكتر من مين، اكتر من ايه، من الجمل المكتوبه. يعني انت في شويه باحثين كده قال لك ان العقل ما بيقدرش يستوعب اكتر من ايه، من 5 او 6 معلومات. طيب لو انا ابتديت احول المعلومات دي ان انا ارسمها في فيجرز، انا ممكن استوعب اضعاف اضعاف الرقم ده، تمام. وبالتالي جت الفكره من هنا، ان انا بدل ما انا اكتب الالجوريزم بتاعي في جمل بس، لا، انا اخليها في شكل فيجر، في شكل رسمه. فبالتالي ان انا كاني برسم المعلومه بتاعتي، الخطوه الاولى كذا، الخطوه الثانيه كذا، الخطوه الثالثه كذا، وهنشوف الكلام ده ازاي. يبقى انا لما اجي اقول لك ان احنا كتبنا الالجوريزم بتاعنا في هيئه جمل، ثم بعد كده هنعمل له امبلمنتيشن، يبقى انا الجمل بتاعتي دي هي والفلوت شارت دول كده مع بعض، ان انا بقول ايه، ان انا بعمل امبلمنت او ايه، بمثل الالجوريزم بتاعي. ثم بعد كده بعد ما عملت امبلمنت الالجوريزم، ببتدي احول الالجوريزم بتاعي ده لكود. بعد ما حولت الكود ببتدي اعمل ايه، اعمل فيريفيكيشن ان الالجوريزم شغال كويس والكود شغال كويس. طب الفيريفيكيشن دي انا بعملها ازاي؟ الفيريفيكيشن دي بعملها ان انا بخلي بدي للبروجرام بتاعي ده قيم مدخلات انا عارف الاوتبوت بتاعها. يعني مثلا لو دخلت لللينس 5 والويتس 4، يبقى الاريا بتاعتك هتطلع كام؟ هتطلع ب20. لو البروجرام بتاعك طلع لك اي قيمه غير ال20، يبقى انت في عندك مشكله. ايه المشكله اللي عندك دي؟ ممكن تبقى مشكله في ترتيب السطور، ممكن مشكله في الالجوريزم بتاعك في اللي انت كاتبه، ممكن مشكله في الكود نفسه. فانت ساعتها هتبتدي تراجع تاني، تعمل مينتنس، تراجع تاني الايه، الكود بتاعك والالجوريزم اللي انت كاتبه. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي خطوات البرمجه ايه، اول حاجه ان انا بحل المشكله، انالايز بروبلم،
واتفقنا ان انا بانلايز البروبلم دي معناها ايه؟ ان انا بفهم ابعاد المشكله، ان انا بحدد مدخلاتي ايه، بحدد مخرجاتي ايه، بشوف البروجرام بتاعي، البرنامج بتاعي ده بيتفاعل مع المستخدم ولا لا. يعني ايه يتفاعل مع المستخدم؟ اللي هو يوزر انتراكشن، ان انا المستخدم بتاعي ده بسمح له انا كبروجرامر او كبرنامج ان هو يدخل قيم ولا لا. ثم بعد كده بشوف البرنامج بتاعي ده هل بيمانوبليت داتا ولا لا. يعني ايه مانوبليت داتا؟ يعني ان هو بيستخدم معادلات ولا لا. وبعد كده بشوف ان انا ايه الاوتبوتس بتاعي اللي خارج ايه. دول كده اللي هم انالايز بروبلم او تحديد المشكله. خلصت الانالايز بروبلم، ببتدي اكتب الالجوريزم بتاعي اللي هو خطواتي لحل المشكله. الخطوه الاولى كذا، الخطوه الثانيه كذا، الخطوه الثالثه كذا، لغايه الاخر، اللي هو زي هنا مثلا ستارت بروجرام، اسمح للمستخدم يدخل الطول، اسمح للمستخدم يدخل العرض، وبعد كده بحسم المساحه اللي هو الطول في العرض، ثم بعد كده في الاخر بعرض ايه الاريا على السكرين، وبقفل البروجرام بتاعي. خلصت الالجوريزم بتاعي، ببتدي احول الالجوريزم بتاعي ده لكود. طب حولت الالجوريزم لكود، هبتدي اعمل ايه؟ اعمل اخر خطوه اللي هو فيريفاينج، التاكد ان الالجوريزم شغال كويس والكود شغال كويس. ازاي؟ ان انا بدخل له قيم مدخلات انا عارف الاوتبوت بتاعها. زي ما قلنا مثلا لو انا دخلت له اللينس او الطول بخمسه والعرض باربعه، يبقى الاريا هتطلع ب 20. لو طلع ب 20 يبقى انا البرنامج بتاعي ده شغال كويس. لو طلع برقم غير ال 20 يبقى انا في عندي مشكله. لو طلع لي ايرور في سطر معين يبقى ايه؟ يبقى انا كاتب حاجه غلط في الكود وراح اصلحها. طيب لو انا عندي مشكله ببتدي اروح اعمل ايه؟ اعمل اخر خطوه اللي هي المينتنس، اروح اعدل اموديفاي البروجرام بتاعي او الالجوريزم. في نصيحه بننصحها دايما لكل البروجرامرز وخاصه المبتدئين، لو انت عندك البروبلم بتاعتك او المشكله بتاعتك كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ يعني معقده او كبيره. ببتدي اعمل ايه؟ اقسمها، اديفايد البروبلم دي لسب بروبلمز. يعني انا عندي بروبلم كبيره، هبتدي اخد جزء منها واحلله، ثم بعد كده اكتب له الالجوريزم بتاعه واعمل له كود، ثم اخد جزء تاني احلله واكتب له ايه الالجوريزم بتاعه واكتب له الكود بتاعه، وهكذا لغايه ما في الاخر بقى عندي سب بروبلمز كتير، كلها برامج صغيره برامج صغيره، وبعد كده اروح مجمع البرامج دي كلها في برنامج كبير. ليه بنعمل الكلام ده؟ انا مثلا لو افترضنا ان انا عندي برنامج البروجرام ده 1000 سطر، هل لو انا عندي ايرور او غلطه في الالف سطر سهل ان انا اكتشفها، ولا لو انا عندي البروجرام بتاعي ده 5 سطور؟ في ال5 سطور طبعا سهل قوي ان انا اكتشف مين البروجرام الغلطه بتاعتي الموجوده في البروجرام، وبالتالي في الحته دي انا هشتغلها لوحدها، خلصتها التاسك دي، خلصتها بقى البروجرام ده صغير جاهز عندي، البروجرام التاني السب بروبلم ده جاهز عندي، البروجرام التالت الصغير ده جاهز عندي، وبعد كده اجمع البروجرامز دي كلها مع بعضها، او اجمع الايه السب بروبلمز دي كلها مع بعضها. طيب زي ما اتفقنا ان انا في كل مره بعمل ايه انالايز، بحلل كل سب بروبلم ايه لوحدها. نقدر نلخص البروجرام لايف سايكل بالمنظر ده في الشارت ده، ان انا اول حاجه بروبلم ديفينيشن، ان انا بعرف المشكله بتاعتي، ثم بعد كده بحلل المشكله بتاعتي، ثم بعد كده ببتدي ايه اعمل الالجوريزم، ثم بحول الالجوريزم لكود، ثم ببتدي اعمل تيست اللي هو الفيريفيكيشن لمين؟ للكود بتاعي، وفي الاخر ببتدي خلصت الكود بتاعي ده ابتدي اشوف لو انا عندي اي موديفيكيشن او اي حاجه عايز اعدلها بعدلها، مفيش يبقى خلاص هو الكود بتاعي ده ايه مظبوط. طيب يبقى الخلاصة بتاعتنا ان احنا نعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها ان احنا هنفكر. يعني انا مش اول ما اجي اقول لك عندك اكتب لي البرنامج الفلاني ايه مش هنبتدي نشتغل. الصوت عالي قوي. ايه بقى احنا دلوقتي خلاصة الكلام، ان انا دلوقتي الكونكلوجن بتاعنا من الكلام اللي احنا قلناه ان انت فكر قبل ما تشتغل. يعني ايه؟ يعني انا هنا قلت لك اكتب لي البرنامج الفلاني، مش تمسك الورقه والقلم او تروح جاي كده ايه بادئ كود على طول وشغال، لا، اول حاجه تفكر سينك، وتبتدي ترتب تفكيرك المنطقي وتكتب ايه خطواتك 1 2 3. بعد ما فكرت وحللت مشكلتك وكتبت الالجوريزم بتاعك، ابتدي بعد كده اكتب الكود. طيب الالجوريزم بتاعنا ده ليه خصائص؟ ليه خصائص. ايه الخصائص بتاعتك؟ ان هو اولا ليه انبوت وليه اوت، ماشي، وفي حاجه اسمها ديفينيتنس وحاجه اسمها فاينيتنس. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني الانبوت بتاعك الالجوريزم بتاعك
ممكن ياخد انبوت او ممكن ما ياخدش على حسب البروبلم اللي انت شغال بيها. يبقى انا لازم الاول بتحدد ايه الانبوتس اللي عندي. كل الجوريزم من المتوقع بتاعه ان هو ايه ينتج لك على الاقل نتيجه واحده، والا ملوش لازمه البروجرام. وما بعمل بروجرام ليه؟ بعمل بروجرام عشان يطلع لي نتائج، فعلى الاقل لازم يطلع لي ايه نتيجه واحده. لما بقول لك ديفينيتنس يعني ايه محدد، يعني كل انستراكشن لازم يبقى ايه، يبقى واضح. ما تعمليش انستراكشن او تعمل لي امر وهو مش واضح، لا يبقى واضح. وفيتنس بيقول لك الانستراكشن بتاعك في الالجوريزم بتاعك ده ايه ينفع ان هو ايه يتنفذ، يبقى اكسكيوتد. وبعد كده في الاخر ان البروجرام بتاعك ده هياخد عدد من الجمل معينه وبعد كده هينتهي. يبقى ايه الالجوريزم ده شوت ترمينيت افتر فاينايت نمبر اوف ايه اوف ستيبس، بعد عدد معين من الخطوات. يبقى خصائص الالجوريزم بتاعي ايه هو؟ اول حاجه ان ايه، ان الالجوريزم ده ممكن ياخد انبوت او ممكن ما ياخدش على حسب البروبلم اللي اشتغل بيها. تاني حاجه ان كل الالجوريزم لازم يبقى فيه يطلع لك على الاقل ايه اوتبوت واحد. وديفينيتنس معناها ان ايه، ان كل انستراكشن لازم يبقى واضح كلير. وبعد كده فاينتنس يعني معنى كده ان انت ايه الانستراكشن بتاعت الالجوريزم بتاعك دي هتتنفذ، و الالجوريزم ده لازم هيحصل له ترمينيشن او هينتهي او هيخلص بعد عدد فاينايت محدود من الستبس بتاعتك. طيب لو جيت قلت لك التايبس اوف كنترول انستراكشنز، احنا طالما هنعمل بروجرام تمام، فيبقى انت لازم نبقى فاهمين البروجرام بتاعي ده بيبقى مكون ازاي. الالجوريزم والفلوت شارت بيحتوي على مين؟ على ثلاث انواع من كنترول استراكشرز تمام. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني انا عندي مثلا ونفترض ان انا ايه، ان انا هكتب برنامج، فبنفذ البرنامج ازاي؟ السطر الاول خلص اتنقل لمين؟ للسطر الثاني. خلص اتنقل للسطر الثالث، خلص اتنقل للسطر الرابع، وهكذا لحد نهايه البروجرام بتاعي اللي هو مين، اللي هو اخر سطر عندي في البروجرام. يبقى التتابع ده السيكونس ده بيسميه ايه؟ سيكونس اكسكيوشن. انا بمشي السطر الاول خلصته اتنقل للسطر الثاني، خلصته اتنقل للسطر الثالث، خلصته اتنقل للسطر الرابع، وهكذا لغايه نهايه البروجرام. يبقى ده بنسمي ان البروجرام بتاعنا بيتنفذ سيكوينشال اكسكيوشن. وبالتالي لما يحصل عندي سيكوينشال اكسكيوشن نفس الفكره هتبقى في الالجوريزم. الالجوريزم ده ايه؟ الخطوه الاولى ثم الخطوه الثانيه مرتبطه بالخطوه الاولى او مبنيه على الخطوه الاولى، ثم بعد كده الخطوه الثالثه تبقى مبنيه على الخطوه اللي قبلها، وهكذا وهكذا. يعني اكيد مش هعمل الخطوه الاولى وبعدها الخطوه الخامسه، اكيد في الثانيه وفي الثالثه وفي الرابعه والخامسه. يبقى ده اسمه ايه؟ سيكونس تمام. بعد كده البروجرام بتاعي ده او الالجوريزم بتاعي ده لازم يبقى عنده الامكانيه ان هو يبقى عندك حاجه اسمها ايه سيليكشن او اختيار. يعني ايه؟ يعني مثلا لو جيت قلت لك احنا عايزين نكتب برنامج او نعرض نكتب برنامج يعرض على الشاشه، هل الطالب ده ناجح او لا قدر الله رسب؟ اول تفكير بيجي في دماغك تقول لي ايه، هو درجه النجاح من كام يا دكتور؟ يبقى ده صح كده. يبقى درجه النجاح افترض ان هي مارك مثلا لو بتساوي 60، يبقى اول حاجه هتيجي في دماغك ان انا ايه، ان انا هقارن بدرجه النجاح. سمي الدرجه دي ام مثلا تمام. فهاجي اقول لك ايه، لو الطالب الجريد بتاعه الدرجه بتاعته اكبر من او يساوي 60 يبقى ساعتها ايه، يبقى الطالب ده ناجح. صح كده. يبقى الحركه اللي انا عملتها دي اكبر من او يساوي دي ايه، دي معناها ايه؟ معناها ان انا بقارن، مقارنة. طيب المقارنة اللي انا عملتها دي بناء على المقارنة دي هيبقى عندي حاجة من اتنين، يا يس يا نو. صح كده. طيب لو يس هقول له ايه؟ هقول له حضرتك يو سكسس، انت نجحت. صح. لو نو سوري للأسف يو ار فيل. صح كده. يبقى احنا في الحالة دي اصبح عندي ان انا بختار الطريق ده او الطريق ده. فهو ده الفكرة من حتة ايه السيليكشن. يبقى انا عندي دلوقتي من الستركشر كنترول بتاعتي او البناء بتاع الالجوريزم بتاعي ان هو يا اما ان انا بعمل جمل سيكونس متتابعة او ان انا بعمل حاجة اسمها برانشينج.
من اسمها كده برانشنج يعني ايه؟ يعني تفريع، او بمعنى اصح ان انا بعمل سيلكشن، يختار يا الطريق ده يختار الطريق ده بناء عليه، بناء على حاجه مقارنه معينه بعملها، بقارن حاجه بحاجه. تمام، بقارن متغير، هنعرف يعني ايه متغير في المحاضره اللي جايه، بس انا بقارن حاجه بحاجه. يبقى انا ساعتها في الحاله دي بعمل ايه؟ بعمل سيلكشن، اختيار ان انا اتجه كده او اتجه كده. فده بنسميه ايه؟ كنترول ستيتمنت، جمله تحكميه. طيب في عندي حاجه تانية اسمها لوب او ريبيتيشن. يعني ايه؟ يعني مفترض ان انت عايز تعمل كود معين وتكرره عدد مرات معينه. يعني مثلا عندك كود، الكود ده مثلا جملتين او ثلاثه، وعايز اكرر تنفيذ البروجرام ده 20 مره، 50 مره، 60 مره، اي عدد معين من المرات. يبقى ساعتها هحتاج ايه؟ هحتاج ان انا اعمل حاجه اسمها لوب او ريبيتيشن. طبعا كل ده ما تتخضش منه، ده مجرد بس دردشه في الاول، والكلام ده كله هيوضح بالتفصيل في ايه؟ في المحاضرات وفي السكاشن ان شاء الله. طيب يبقى احنا لما اجي اكتب الجوريزم بكتبه ازاي؟ زي ما اتفقنا، اول حاجه بحدد الخطوه الاولى الايه؟ الانبوتس بتاعت الالجوريزم، مدخلات الالجوريزم نفسه. تاني خطوه بحدد هل انا عندي متغيرات ولا لا. يعني ايه متغيرات؟ هنشرحها بالتفصيل في محاضره منفصله. يبقى انا دلوقتي بحدد مدخلات الالجوريزم، بحدد انا عندي متغيرات ولا لا، ثم بعد كده باوتلاين الالجوريزم اوبريشنز، بشوف ايه العمليات اللي انا هعملها في الالجوريزم ده، هل اعمل عمليه جمع، عمليه طرح، عمليه ضرب، عمليه قسمه، ايه العمليات اللي انا هعملها. وبعد كده الاوتبوت بتاعي اللي هو النواتج بتاعتي بتاعت الالجوريزم اللي ناتجه من العمليات اللي انا ايه عملتها. يبقى هكتب الالجوريزم ازاي؟ ان انا اول حاجه بديفاين الالجوريزم انبوت، ثم بعد كده بديفاين الفاريبلز، بحدد الالجوريزم انبوت مدخلاتي، بحدد مدخلاتي، بعد كده بحدد المتغيرات اللي عندي ديفاين فاريبلز، بعد كده باوتلاين بقى ايه؟ ببتدي اسرد كده او ايه اعرف او اشرح لنفسي كده ايه الاوبريشنز او العمليات اللي انا هعملها في الالجوريزم بتاعي ده. ثم بعد كده ببتدي ايه الريزلتس، النواتج بتاعتي اللي طلعت لي، الاوت بتاعي اللي طلع لي من ايه؟ من العمليات اللي انا عملتها. طيب احنا اتفقنا لغايه دلوقتي الالجوريزم اللي احنا اتعلمناه لغايه دلوقتي ان انا ببتدي اكتب ايه؟ اكتب جمل، صح؟ طيب الجمل بتاعتي دي عايز اعبر عنها بشكل واضح اي حد يفهمه لمجرد النظر. فبنبتدي نروح لحاجه اسمها ايه؟ الفلو تشارت. فلو تشارت من اسمها اسمه ايه؟ تشارت، يعني رسمه. تشارت ده يعني انا ببتدي اعمل فيجر معين، تمام؟ الفيجر بتاعي ده بحط فيه ايه؟ من بدايتي لنهايتي، تمام؟ يبقى ده هو جرافيكال، تمام؟ جرافيكال اور فيجوال ريبريزنتيشن، هو تعبير رسمي او تعبير جرافيكال يعني، تمام؟ للالجوريزم بتاعي بنسميه ايه؟ بنسميه فلوت شارت. الفلوت شارت ده بيبقى سهل ان انت تفهمه او اي حد يفهمه لمجرد النظر، وبيفهم منه مين؟ الفلو اللي هو طريقه سريان بتاع مين؟ بتاع الالجوريزم بتاعك او السولوشن بتاعك. والفلوت شارت ده بيترسم with standard symbols، شويه symbols عندي، شويه رموز عندي accepted في ايه؟ في كل العالم، في الورلد وايد كله. يبقى الفلوت شارت بتاعي ده هو تعبير رسمي اللي هو graphical representation، تمام، للالجوريزم بتاعنا، تمام؟ وبيبقى سهل قوي ان اي حد يunderstand ويتتبع الفلو بتاع البروجرام بتاعك. طيب برسم الفلوت شارت ده عن طريق ايه؟ عن طريق شويه standard symbols، شويه رموز standard كل الناس متفق عليها حوالين العالم كله. طيب الفلوت شارت ده ببتدي ايه الحاجات الستاندرد اللي عندي، الستاندرد سيمبلز اللي عندي؟ اول حاجه في حاجه اسمها ايه؟ تيرمينال. تيرمينال ده معناها ايه؟ تيرمينال ده يعني بدايه ونهايه، اللي هو بيسميه ايه؟ تيرمينال، اللي هو بدايه ونهايه. فده ستارت او ستوب سيمبل، بيبقى شكله عامل ازاي؟ المنظر ده كده اللي احنا بنيجي نقول لك ايه كده، ونكتب جواه ستارت او المنظر ده كده، ونكتب جواه انت. يبقى التيرمينال ده مسؤول بس عن بدايه ونهايه مين؟ البروجرام بتاعك. طب الشكل المعين ده، الشكل ده اللي هو المنظر ده كده، ده بستخدمه لو انا عايز اعمل عمليه انبوت او عمليه اوت. يعني ايه؟ يعني انا هاخد من المستخدم قيمه بحطها في الشكل ده. طب هعرض للمستخدم قيمة على الشاشة، بحطها في الشكل ده، تمام؟ يبقى الشكل ده بستخدمه لمين؟ للانبوت او الاوتبوت بس. طيب لو انا عايز اعمل بروسيسنج
اللي هي عمليه بقى الايه، العمليات بتاعتي، سواء عمليه جمع، عمليه طرح، عمليه ضرب، عمليه قسم، عمليه اي حاجه، يبقى في مين؟ في الجزء اللي هو الريكتانجل او المستطيل ده. يبقى الشكل اللي فوق ده تمام، ده بنسميه تيرمينال، ان انا بستخدمه يا اما لبدايه البروجرام الستارت، يا اما لنهايه البروجرام اللي هو اند. طب الشكل اللي عامل زي شبه المعين شويه ده، ده بالنسبه لي بستخدمه في ايه؟ بستخدمه للانبوت او الاوتبوت. طب البروسيسنج اللي هو الجزء الريكتانجل او المستطيل ده. طيب في عندي لاينز، فلو لاينز، ان انا بتنقل من الخطوه دي للخطوه دي عن طريق الاسهم، يمين شمال فوق تحت كده يعني. او عندي حاجه اسمها الديسيجن بوكس، الديسيجن بوكس اللي هو الشكل ده. الشكل ده معناه ان انا ايه، ان انا هاخد قرار. يعني ايه هاخد قرار؟ زي ما اتفقنا من شويه لما كنت بقول لك المارك، الدرجه، الجريد اكبر من او يساوي الستين ولا لا. لو اكبر من او يساوي الستين ترو، يبقى هروح اخد ايه، اقول له يو سكسس. طب لو نو، هقول له ايه، هقول له سوري يو فيل، انت راسب. يبقى هنا انا باخد ايه، باخد قرار. يبقى بكتب هنا الامر، بقارن ايه بايه، الجريد بتاعي اللي هي الدرجه بتاعتي هقارنها بمين، بدرجه النجاح. يبقى انا بقارن حاجتين ببعض. فهنا بقول لك از الجريد ده اكبر من او اكبر من او يساوي الستين ولا لا. لو اكبر من يبقى ترو، يعني بنكتبها ترو او بنكتبها يس على حسب اي حاجه دي او دي مقبوله. وايه، وبعد كده ابتدي انفذ الخطوات ان انا لو الكلام ده ترو. طيب ايه الخطوات اللي ساعتها اللي احنا قلنا عليها في المثال بتاعنا الصغير خالص، ان انا اعرض على الشاشه ايه، انت نجحت يو سكسس. طيب لا قدر الله ان ده مش ترو بقى، فولس، انت ساعتها هخش في الايه، في المسار الثاني اللي انت تعرض على الشاشه الايه للمستخدم، تقول له ايه، يو فيل، انت راسب. طيب في عندي حاجه تانية اسمها ايه، كونكتور. كونكتور ده اللي هي مجرد دايره بالمنظر ده كده، ان انا لو انا برسم الرسمه بتاعتي الفوت شارت بتاعي والصفحه بتاعتي ما كفتش، فعايز ابتدي اتنقل من هنا ليه لصفحه تانية، فباجي في النهايه اخر خطوه انا عملتها واحط الدايره دي واكتب فيها رقم. يعني لو كتبت هنا واحد، يبقى بدايه الصفحه الجديده هيبقى هبدا الفلوت شارت بالدايره دي واحط فيها ايه، الواحد برضو، واكمل. يبقى ده اسمه ايه، اسمه كونكتور. طيب تعالوا ناخد كده كام مثال على الايه، ازاي اعمل الجوريزم بالفلوت شارت. جه هنا بيقول لك ايه في المثال بتاعنا ده، رايت ان الجوريزم وفلوت شارت، يعني اكتب لي الالجوريزم وارسم لي الفلوت شارت عشان توجد مجموع رقمين. طيب واحده واحده كده ونركز مع بعض. البروبلم اللي عندي ايه، هي عايز اجمع رقمين، صح كده؟ صح. يبقى انا التفكير المنطقي اول حاجه ايه، ان انا هخلي المستخدم يدخل لي قيمه الرقم الاولاني، ثم اخلي المستخدم يدخل لي الرقم الثاني، ثم هبتدي اشوف البروجرام بتاعي ده هيستخدم معادله ولا لا. هيستخدم معادله. ايه هي المعادله؟ معادله الجمع. يبقى ايه، يبقى هيبقى عندي حاجه اللي هو الصم المتغير ده اللي اسمه صم، ان انا اجمع فيه قيمه الرقمين، اللي هو اقول له صم بيساوي ايه بلس بي، وبعد كده هبتدي اعرض الصم ده على الشاشه للمستخدم. يبقى انا اول حاجه بعملها ان انا ببتدي ايه، اول خطوه ان انا ببتدي اعمل ستارت للبروجرام بتاعي. تاني خطوه هسمح للمستخدم let user input a first number، سميه مثلا ونفترض a، وبعد كده الخطوة التالتة let user input a second number، سميه مثلا b. بعد كده ال a وال b هجمعهم احطهم فين، فبعرف حاجة اسمها متغير او variable، سميه مثلا sum. هنتكلم في المتغيرات في محرم منفصلة ما تقلقش، بس انا متكلم في المبدأ. انا عندي هنا a وعندي b، هجمعهم اوديهم فين، لازم اوديهم في مكان. المكان ده هنسميه متغير، المتغير ده سميه مثلا اسمه صم، ويساوي ايه، هيساوي a plus b. يبقى دي المعادله اللي عندي كده، جمعت الايه الرقمين اللي عندي اللي دخلوا لي. عايز اعرض بقى الرقم ده على مين، على الشاشه، هقول له display طلع لي على الشاشه مين، الصم ده، وبعد كده بنهي البروجرام بتاعي. يبقى الموضوع ببساطه جدا زي ما اتفقنا. تعالوا ناخد الخطوات البرمجه اللي احنا اتفقنا عليها. اول حاجه ان انا بعمل ايه، بانالايز البروبلم، بحللها ازاي. اول حاجه بحدد الانبوتس بتوعي، ايه هما الانبوتس، الرقم الاول والرقم الثاني. طيب رقم 2
هل البروجرام ده بيمانيبيليت داتا؟ اه هيبقى فيها معادله هيستخدمها، ايه هي؟ اللي هي الصم المجموع هيساوي الاي زائد البي. طيب الخطوه الثالثه، هل البروجرام ده في يوزر انتر اكشن؟ اه طبعا، انا لسه بقول انبوتس، يبقى معنى كده ان البروجرام بتاعي ده هيسمح للمستخدم ان هو يدخل لي قيم الاي وقيم البي. طيب الحاجه الرابعه، الاوتبوت بتاعي ايه؟ الحاجه الرابعه بقى، الحاجه الرابعه الاوتبوت بتاعي ايه؟ الاوتبوت بتاعي اللي هو الصم، صح كده؟ صح. طيب تعالوا نكتب بقى ايه الفلوت شارت. اول حاجه بعملها اللي هو ايه؟ التيرمينال بتاعنا اللي هو ستارت بروجرام. ثم بعد كده عندي انبوتس، اه اللي هما مين؟ الاي والبي. فاقول له اول خطوه انبوت فاليو اوف ايه، دخل لي قيمه الاي. خلاص دخلت الاي، بعد كده هقول له انبوت فاليو اوف بي، دخلت فاليو بتاعت البي. بعد كده هبتدي اخد الصم اللي هو مجموع الاي زائد البي، ثم بعد كده هبتدي اعرض على الشاشه برنت الصم، ثم استوب. يبقى انا القصه بالنسبه لي ده انبوت، فواخد الشكل بتاعنا ده. طيب بعد كده انبوت تاني، الرقم التاني واخد الشكل بتاعنا ده. بعد كده الصم اللي هو المجموع واخد الايه؟ الريكتانجل. ثم بعد كده البرنت اللي هو ايه؟ الشكل بتاعنا ده، ثم استوب. طيب تعالوا ناخد مثال كمان. قال لك رايت الجوريزم فلوت شارت عشان احول من درجة حرارة من سيليزيوس لايه؟ لفهرنهايت. طيب لو جينا نحلل الايه؟ الموضوع بتاعنا ده، هنحلل اول حاجه المشكله، اول خطوه هنعمل ايه؟ analyze البروبلم. ايه هي الانبوتس اللي عندي؟ درجه الحراره السيليزيوس، صح؟ يبقى دي اول حاجه. طيب في عندي حاجه تانية غير كده؟ لا، هي درجه الحراره السيليزيوس بس. طيب هل عندي معادله هستخدمها؟ اه هستخدمها، اللي هي المعادله بتاعت ايه؟ التحويل من سيليزيوس لمين؟ لفهرنهايت، اللي هي معادلة بالمنظر ده. تمام. طيب الحالة الثالثة، هل بالنسبة لي في يوزر انتر اكشن؟ اه في يوزر انتر اكشن. ليه؟ لان انا هخلي المستخدم يدخل لي قيمة درجة الحرارة. تمام. طيب الخطوة اللي بعد كده، الاوتبوت بتاعي هو مين؟ هو درجة حرارة فهرنهايت. يبقى انا لما اجي اكتب البروجرام بتاعي هبدأ الاوتبوت بمين؟ بستارت. ثم بعد كده هسمح للمستخدم يدخل انبوت تمبريتشر ان ايه؟ ان سيليزيوس، سميها مثلا سي. وبعد كده هحسب الاف الفهرنهايت تمبريتشر هتساوي المعادله. طبعا لو في معادلات حاجه بالنسبه لك غريبه هحطها لك انا في ايه؟ في السؤال بتاعك. المعادله، ثم بعد كده المعادله هبتدي ايه؟ بعد ما حسبت المعادله هبتدي ايه؟ اعرضها، اعرض التمبريتشر ان فهرنهايت اللي هي الاف دي على مين؟ على الشاشه. وبعد كده هعمل ستوب. يبقى الموضوع سهل وبسيط. اول حاجه ببتدي اعمل ايه؟ ستارت، ثم بعد كده الانبوت بالشكل بتاعنا ده، تمام، اللي هو في ميل شويه، وابدا اقول له ايه؟ انبوت فاليو اوف سي. ثم بعد كده هعمل البروسيسنج اللي هي المعالجه. المعالجه دي بتاعتي اللي هي تمثل لي مين؟ العمليه بتاعتي او المعادله بتاعتي. يبقى الاف هتساوي الشكل ده مضروب في السي زائد الرقم ده، طلع لي قيمه الاف. الاف دي انا عايز اعمل بيها ايه؟ عايز اعرضها للمستخدم، اقول له برنت اف بالمنظر كده، وراح جاي بعد كده عامل ايه؟ عامل ستوب. طيب مثال كمان نوضح الفكره اكتر. لو انا عندي عايز تعمل الجوريزم الفلوت شارت عشان تحسب الاريا والبريمتر بتاع سكوير، عايز احسب ايه؟ مساحه ومحيط مربع. طيب مساحه المربع هي ايه؟ الايه؟ الطول في الطول اللي هو ال تربيع، تمام، اللي هو الطول تربيع اللي هو اللينس تربيع. طيب لو البريمتر بقى الطول في 4 اللي هو 4 ايه؟ 4 ال. يبقى انا دلوقتي اول حاجه عشان احلل القصه دي بعمل ايه؟ اول حاجه بقول لو انا هتكلم على الانبوتس اللي عندي، مدخلاتي للبروجرام ده هيبقى مين؟ هو اللينس بس، صح؟ ده هو الطول بس، طول السايد بس. طيب تاني حاجه، البروجرام ده هيتفاعل مع المستخدم ولا لا؟ اه هيتفاعل. ليه هيتفاعل؟ عشان هسمح للمستخدم يدخل مين؟ قيمه الايه؟ اللينس. يبقى انا في الحاله دي طالما هسمح للمستخدم ان هو يدخل لي قيمه اللينس، فيبقى في عندي ايه؟ يوزر انتر اكشن. رقم 3، في مانيبيوليت داتا ولا لا؟ يعني ايه مانيبيوليت داتا؟ يعني في معادله هستخدمها ولا لا؟ اه في معادله هستخدمها. ايه هما؟ الاريا هتساوي ال ال تربيع، والبريمتر هيساوي مين؟ هيساوي 4 ال.
طيب بعد كده رقم 4 الاوتبوتس بتوعي مين؟ الاوتبوتس بتوعي اللي هو الاريا والبريمتر، دول انا هعرضهم على مين؟ على الشاشة. تمام كده؟ تمام. يبقى انا لما اجي اشتغل بذكاء الطبيعي خالص، اول حاجة بعمله ايه؟ بعمل ستارت البروجرام، بعد كده بسمح للمستخدم يدخل لي قيمة اللينس بتاع المربع اللي هو سايد لينس، سميه مثلا ال. بعد كده هبتدي اعمل البروسيسنج اللي عندي. البروسيسنج اللي عندي اللي هو مين؟ هحسب الاريا اللي هي ال في ال اللي هو ال تربيع، وبعد كده هحسب البريمتر اللي هو المحيط 4 في ال، وبعد كده هعمل له ايه؟ ديسبلاي على الشاشه قيمه الاريا وقيمه البريمتر. في عندي حاجه تانية هعملها اكتر من كده؟ لا. وبعد كده هبتدي اعمل ايه؟ ستوب للبروجرام. يبقى لما اجي ارسم التشارت بتاعي هرسم الشكل بتاع التيرمينال ده اللي هو ستارت، ماشي. ثم بعد كده هسمح للمستخدم يدخل لي قيمه الفاليو بتاعت اللينس في مين؟ في الشكل بتاعنا اللي هو بتاع الانبوت. ثم بعد كده الشكل الريكتانجل العادي اللي هو بتاع البروسيسنج اللي هي المعالجه. عندي كم عمليه معالجه هعملهم؟ هعمل عمليتين، عمليه حساب الاريا وعمليه حساب الايه؟ البريمتر. الاريا هتساوي ال في ال. ناخد بالنا ان السي بلس بلس عندنا ما بيسمحلكش ان تقول مثلا ال تربيع، لا، دي عايزين تعملها ال في ال. طيب البريمتر 4 في ال. ثم بعد كده هبتدي اعمل برينت، هطلع على الشاشه الاريا ومين والبريمتر في مين، في الشكل في الايه، في الشكل بتاع الانبوت اوت بتاعنا ده. تمام. ثم بعد كده ايه، هطلع في البرنامج بتاعي اعمل ستوب للبروجرام بتاعي. يبقى انا بالنسبه لي ده كده، ده تيرمينال وده تيرمينال، ده كده محفوظ ستارت وستوب البروجرام. في عندي انبوتس هستخدم الشكل ده، هدخل كل انبوت في ايه؟ في مرحله لوحده. في عندي اوتبوت هستخدم الشكل ده. في عندي عمليات بروسيسنج معالجه، يبقى هستخدم الشكل اللي هو الريكتانجل او المستطيل ده. اتمنى الموضوع يكون بقى سهل وبسيط، وان شاء الله المعيدين هيعيدوا معاكم في السكشن تاني ويشرحوا بتمارين اكتر ان شاء الله. طيب تعالوا بقى نبتدي نعرف شويه ديفينيشنز، شويه تعريفات هنحتاجها معانا في مين، في الشغل بتاعنا. يعني ايه بروجرام لانجويج؟ يعني لو جيت قلت لك يعني ايه لغه برمجه، لغه برمجه نقدر نعرفها ان هي مجموعه من القواعد، سيت اوف رولز، مجموعه من الرموز، مجموعه من الكلمات السبيشال اللي هي الخاصه، سبيشال ووردز، الكلمات المحجوزه بس بيستخدمها الايه البروجرامر عشان يكتب الكمبيوتر بروجرام. يبقى البروجرامينج لانجويج، لغه البرمجه، هي عباره عن ايه؟ مجموعه من القواعد، سيت اوف رولز، مجموعه من السيمبلز، مجموعه من الرموز، مجموعه من السبيشال ووردز بيستخدمها البروجرامر عشان يكتب حاجه اسمها الكمبيوتر بروجرام اللي هو البرنامج. طيب ده ينقلنا لحاجه تانية. طب يعني ايه برنامج؟ برنامج اقدر اعرفه ان هو سيكونس اوف ستيتمنتس، شويه جمل مكتوبه بالتتابع تحت بعضها كده، سيكونس اوف ستيتمنتس هوز اوبجكتيف، الهدف بتاعهم ان هو يحقق مهمه معينه. يبقى باي بروجرام انا بكتبه الوظيفه منه ان انا احقق مهمه معينه. زي مثلا ابسط حاجه عندنا برنامج الصغير خالص اللي هو ايه؟ حساب مساحه مستطيل، حساب مساحه مربع، حساب محيط، اي حاجه من الحاجات دي كلها. يبقى انا بكتب بروجرام، البروجرام ده مجموعه من الجمل مكتوبه بالتتابع، سيكونس اوف ستيتمنتس، وظيفتهم الاوبجكتيف بتاعهم ان هو يحقق تاسك او مهمه معينه. طيب ده ينقلنا لحاجه كمان. طيب الكود اللي انا بكتبه ده شكله عامل ازاي؟ كل لغه برمجه بيبقى ليها الكود الخاص بيها. تمام. الكود الخاص بتاعها ده، شكل الكود ده بنسميه ايه في لغه البرمجه بقى، وابتدي انطق الكلام ده وعود ودنك على الكلام ده، حاجه اسمها ايه؟ سينتاكس. يبقى السينتاكس ده هو ايه؟ هو شكل الكود. يعني امتى اقول ان الكود ده صح او اقول ان الكود ده غلط؟ يبقى شكل الكود ده اسمه ايه؟ اسمه سينتاكس. يبقى سينتاكس ده نقدر نقول ان هي القواعد، الرولز اللي بتحدد لي ان الجمله دي، اللي الانستراكشن ده، الامر ده، او الستيتمنت دي صح او غلط، يعني ليجل ولا الليجل. يعني لو الانستراكشن ده ليجل يعني هو مكتوب صح، الليجل يعني مكتوب غلط. يبقى القاعده او الرول اللي بتقول لي ان الكود ده صح او غلط دي اسمها ايه؟ سينتاكس. يبقى السينتاكس ده اللي هو ايه؟ شكل الكود. تمام كده؟ تمام. طيب
احنا اتفقنا ان احنا شغالين لغة البرمجة بتاعتنا هاي ليفل لانجوج، وفي عندنا لغة برمجة تانية اسمها لو ليفل لانجوج. ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الهاي ليفل لانجوج ده ان انت حضرتك، هنضرب مثال صغير مثلا كده، ان انت مثلا افترض ان انت لسه صاحي من النوم وصحيت من النوم، قعدت على السفرة كده، فوالدتك مثلا جابت لك ايه؟ جابت لك افطار لحد عندك. لمجرد ان انت هتاكل بس، ده كده بالنسبة لنا كأنه هاي ليفل لانجوج. يعني ايه هاي ليفل لانجوج؟ ان انت عندك اديتور، تمام، بتكتب فيه الاوامر بتاعتك وفقط. يعني انت كبروجرامر كل القصه بالنسبه لك، الكمبيوتر بالنسبه لك هو بلاك بوكس، صندوق اسود كده مقفول. انت كل اللي يهمك مين؟ انا بكتب برنامج والبرنامج ده بيتنفذ. اتنفذ ازاي؟ ما اعرفش. راح للميموري ازاي؟ ما اعرفش. البروسيسور استخدمه ازاي؟ ما اعرفش. يبقى انا بالنسبه لي ده اسمه ايه؟ هاي ليفل لانجوج، اللي هو مجرد ان انت قعدت اكلت الاكل بتاعك وبس، ما تعرفش الاكل ده اتعمل ازاي، ما تعرفش الاكل ده خد وقت قد ايه، الكلام ده كله ده مش بتاعك انت. طب افرض ان انت بقى معترض على جودة الاكل نفسه، الاكل مش عاجبك، الاكل ده اتأخر عليك، الكلام ده كله، فابتديت تعمل ايه؟ خلاص انا قررت ان انا لا، انا هخش اعمل الاكل بتاعي. فشمرت ايدك كده ورحت جاي داخل ايه جوه المطبخ وعايز تعمل الاكل بتاعك. طب عشان تعمل الاكل بتاعك ده لازم تبقى اوير، تبقى عندك المعلومات الكافية على استخدام الكيتس او التولز او الادوات اللي جوه المطبخ، صح كده؟ طالما دخلت جوه، فده بالنسبه لنا اللي هو اللو ليفل لانجوج، اللي هي لغه البرمجه اللو ليفل. ليه بقى؟ لان انت طالما دخلت جوه فانت لازم تبقى عارف التفاصيل الداخليه بتاعه الكمبيوتر. التفاصيل الداخليه بتاعه الكمبيوتر دي اللي هو ايه؟ البروسيسور شكله عامل ازاي، بيتعامل ازاي، بيشتغل ازاي، الميموري او الذاكره بتاعه الكمبيوتر شكلها عامل ازاي، المعلومات بتتنقل ازاي من الذاكره بتاعتي للكمبيوتر، وهكذا. يبقى لازم تبقى عارف اوير بالفيلم اللي جوه ده، يبقى التفاصيل الداخليه دي عشان ابقى اوير بيها، يبقى انا دخلت في اللو ليفل لانجوج. طيب برضو كل الكلام ده حضرتك يا دكتور بتقوله ليه؟ بنقوله عشان احنا اتفقنا ان الكمبيوتر بتاعنا ده شغال ايه؟ شغال ماشين لانجوج. يعني ايه؟ يعني شويه صفر وحائل. يعني الكمبيوتر ده الاوامر بتاعته اللي بيفهمها صفر وحائل. طب حضرتك كاتب لي في الهاي ليفل لانجوج اوامر مقروءه. يعني ايه؟ يعني الامر بتاعك معروف. يعني انت لما تشوف الامر كده، الامر واضح، اي حد حتى لو مش بروجرامر يقدر يفهم الكود بتاعك. طيب الكمبيوتر هيفهم الهاي ليفل لانجوج؟ لا. فلازم يبقى في حاجه ايه؟ ترانسليتور او مترجم يترجم لي من الهاي ليفل لانجوج، من لغه البرمجه الهاي ليفل، لمين؟ للماشين لانجوج. فالبروجرامر ده حاجه عندنا نسميها ايه؟ كومبايلر. يبقى الكومبايلر ده المترجم اللي بيترجم لي من الهاي ليفل لانجوج للماشين لانجوج. حاجه كده زي مثلا انت بتتكلم عربي وواحد تاني بيتكلم انجليزي، عشان تفهموا بعض لازم يبقى في مترجم في النص. فدي نفس الفكره بالظبط. الكومبايلر ده اللي بيترانسليت او بيترجم اي برنامج مكتوب بالهاي ليفل لانجوج، يحوله لمين؟ للماشين لانجوج. طيب بالنسبه للو ليفل لانجوج بنستخدم لها حاجه اسمها اسمبلر. يبقى احنا نقدر نقول ان الكمبيوتر بتاعنا، الكمبيوتر سيستم بتاعنا، هو كانه بلاك بوكس، صندوق اسود كده، بيدخل له انبوتس وبيخرج منه اوتبوتس بالنسبه للبروجرامر. يعني انا كبروجرامر الكمبيوتر بالنسبه لي كله هو عباره عن بلاك بوكس، بدخل له انبوتس وبخرج منه ايه؟ اوتبوتس. طيب اوبجكت اورينتد هنشرحها في اخر الكورس ان شاء الله، تمام. انا عندي حاجه اسمها بروجرامينج بارادايم. يعني ايه بروجرامينج بارادايم؟ يعني البروجرامينج بارادايم ده اللي هو واي اوف ثينكينج، طريقه تفكير. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي في عندي نوعين، هو في انواع كتيره بصراحه، بس احنا هنتكلم على نوعين. البروسيدرال بروجرامينج ان انا بنفذ السطر الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا. دي كده ايه؟ ماشي بالترتيب، السطر الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. الاوبجكت اورينتد ده بيتعامل بطريقه تانية خالص، بيتعامل بحاجه اسمها كلاس او اسطمبه او بلو برينت، والاسطمبه دي بيبتدي بعد كده ايه؟ يشتغل عليها. يعني ده طريقه تفكير وده طريقه تفكير تانيه مختلفه خالص. هنتطرق لكل واحد ايه باستفاضه بس في المحاضرات الجايه ان شاء الله. طيب لو انا عايز اكتب اول برنامج ليا بقى، احنا النهارده هنبتدي نخش ان انا اشوف ازاي اعمل بروجرام وازاي التول اللي انا هستخدمه. البروجرام بتاعي ده، اول بروجرام ده، في عندي شوية جمل ستاندرد عشان البروجرام بتاعي ده يبقى اكسبتد. ايه الجمل بتاعتي دي؟
بكتب الاول علامه الشباك او الهاش دي، وبعد كده انكلود، وبعدين علامه الاصغر وعلامه الاكبر، وبينهم حاجه اسمها اي او ستريم. ثم بعد كده بكتب يوزنج نيم سبيس مسافه اس تي دي وسيمي كولون. سيمي كولون ده اللي هو ايه؟ فاصله ونقطه اللي هي سيمي كولون. ثم بعد كده انت مين وقوسين فاضيين، وافتح قوس المجموعه واقفله، وبكتب هنا ايه؟ ريتيرن زيرو وسيمي كولون. الجمل دي بالنسبه لنا كلها جمل ايه؟ جمل ثابته. يعني انا في اي بروجرام لازم الجمل دي تبقى ثابته. هاش انكلود اي او ستريم، ثم يوزنج نيم سبيس اس تي دي سيمي كولون، ثم انتجر مين وقوسين فاضيين، وبفتح قوسين المجموعه واقفلهم، وبكتب ريتيرن زيرو. واي اكواد انا عايز اكتبها بكتبها فين؟ في النص هنا ما بين قوس المجموعه ده وما بين ريتيرن زيرو. طيب يا دكتور ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا مش فاهم حاجه. طب تعالوا نشرح واحده واحده. انت البروجرام بتاعك ده تمام، عشان يشتغل لازم اقول له ايه؟ اقول له الحاجات اللي جوه هنا اللي هستخدمها في البروجرام بتاعي ده تمام موجوده فين. يعني ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي انبوت اوتبوت ستريم ده تمام، الاي او ستريم ده دي لايبراري مكتبه، فباجي اعمل ايه؟ بستدعي المكتبه دي عشان اي حاجه، اي دوال، اي حاجه تخص اي من الدوال الموجوده في المكتبه دي اقدر استخدمها جوه البروجرام بتاعي. طيب انبوت اوتبوت ستريم دي خاصه بايه؟ خاصه بدوال الادخال ودوال الاخراج. اهي انبوت اوتبوت ستريم. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي باجي اقول لك مثلا انا عايز اخد من المستخدم قيمه، يبقى اخدها بايه؟ بداله ادخال. داله الادخال بتاعتنا دي اسمها ايه؟ اسمها سي ان. وبص بدخل بعدها ايه؟ علامتين الاكبر. يبقى ده كده دي داله ايه؟ داله ادخال انبوت فانكشن، داله ادخال. طيب في عندي حاجه تانية اسمها داله اخراج. داله اخراج دي اللي هي ايه؟ سي اوت وعلامتين اصغر من دي كده اسمها ايه؟ اوتبوت فانكشن. طيب يعني ايه سي ان؟ يعني ايه سي اوت؟ يعني انا دلوقتي عايز اقول للمستخدم، اعرض له رساله على الشاشه اقول له ايه؟ انجوي يور سيلف ويز سي بلس بلس. فاجي اقول له ايه؟ باجي اكتب سي اوت وعلامتين الاصغر من دول تمام ودبل كوتيشن، وجواها بكتب اي رساله انا عايزها تظهر لمين؟ للمستخدم. يبقى انا في الحاله دي عملت ايه؟ عملت اخراج او ديسبلاي او عرض للقيم دي او للداتا دي او الكتابة دي على مين؟ على شاشة المستخدم. طيب عشان استخدم دالة السي اوت او دالة السي ان لازم استدعي المكتبة بتاعتهم. يا دكتور يعني ايه مكتبة برضو؟ المكتبة دي يعني انا دلوقتي عامل ايه؟ الدالة دي عشان اعرف استخدمها هنا في الاديتور بتاعي او في البرنامج بتاعي، في بروجرامر قبل منك عمل كود ليها. طب الكود بتاعها ده موجود فين؟ اتخزن جوه المكتبه ده في فايل وسماه باسم سي اوت. فمجرد ما بكتب انا سي اوت وعلامتين اصغر من دول كده، يبقى انا بقول له ايه؟ بقول له خلي بالك يا بروجرام ان انا عايز اعرض الداتا اللي بعد المين علامتين الاصغر من دول، ان انا عايز اعرضهم على الشاشه. يبقى دي اسمها داله ايه؟ داله اخراج سي اوت. يبقى عشان استخدم السي اوت وما يطلعليش ايرور لازم اعمل ايه؟ هاش انكلود اي او ستريم. وعشان استخدم دالة الادخال لازم هاش انكلود اي او ستريم. طيب يبقى معنى كده من سياق الكلام ان دي المكتبة اللي انا بستدعيها. يبقى قدرنا نفهم ان انا طريقة الاستدعاء ان انا بعمل هاش انكلود. يبقى هاش انكلود دي اسمها ايه؟ طريقة الاستدعاء. استدعاء مين؟ استدعاء المكتبة. يبقى دي اسم المكتبة بتاعتنا، والهاش انكلود ده ايه؟ دي طريقة استدعاء المكتبة. يبقى اي مكتبة انا هستدعيها بتبقى هاش انكلود، وبحط هنا اسم المكتبة اللي انا ايه؟ هستدعيها. طيب يوزنج نيم سبيس اس تي دي. يوزنج نيم سبيس اس تي دي يعني انا بقول له ان انت عندك كل الاسامي اللي هتنكتب في البروجرام بتاعك دي تنطبق عليها المين؟ الستاندرد، يعني مطابقه للستاندرد بتاعك تمام. يبقى ده يوزنج ده دايركتيف. دايركتيف ده نيم سبيس اس تي دي ان هو بيقول لك ان كل الاسامي اللي عندك اللي هتبقى جوه البروجرام من ايه؟ من الستاندرد. والريترن زيرو دي معناها ان ده نهايه او الترمينيت بتاع مين؟ بتاع البروجرام بتاعك.
طيب يبقى احنا نقدر نقول ان الفيرست لاين السطر الاولاني ده بيبدا بايه؟ بالرمز اللي هو الهاش، والهاش ده احنا بنسميه حاجه اسمها ايه؟ بري بروسيسور. تمام، البري بروسيسور ده هو خطوه واحده بس في الايه، في البروجرام بتاعك ده، بيعمل ترانسليشن فيز، نقول له ان ايه، ان انت عندك المكتبه اللي جايه دي او الفايل نيم بتاعك ده هيبقى ايه، هستدعيه للبروجرام بتاعنا. بيكوبي، بياخد كوبي من الكوتد فايل ده لمين؟ للسورس كود بتاعك اللي بتشتغل عليه. كل ده الكلام بقى اللي هو ايه، اللي احنا لسه حاكينه من شويه، ان انت عندك البري ديفايند نيمز في سي بلس بلس تو بي فاوند في مين؟ في الستاندرد بتاعك ده. واليوزنج ده دايركتيف، ده موجه بيسمح لمين؟ ان انت يعمل دايركت اكسس للنيمز للستاندرد نيم سبيس. اتفقنا ان علامتين الاصغر من ده بيقول للبروجرام ان ايه، ان ده الداتا بتاعته او اي حاجه جايه بعد منه هتبقى بوشت او هتطلع في الاوتبوت ستريم على الشاشه. في امر اسمه اند لاين، اي ان دي ال، اند لاين ده معناها ان هو ده نهايه السطر ده وتنقل لسطر جديد. وترمينيت زيرو ده اللي هو ريتيرن زيرو ده بيترمينيت الايه، البروجرام او الفانكشن بتاعتك اللي هي المين. وخلي بالك ان كل الاوامر اللي عندنا لازم تنتهي بايه، بسيمي كولون. لو ما انتهتش بسيمي كولون البروجرام بتاعك بيديك ايه، بيديك ايرور. يبقى احنا نقدر نقول ان انت الاستراكشر بتاع البروجرام بتاعك في عندك شويه جمل بلينكيتد فوق، تمام، اللي هي هاش انكلود ايو ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي سيمي كولون. ثم بعد كده ببتدي اخش على المين فانكشن او الداله الرئيسيه اللي انا بكتبي اكتب فيها الكود بتاعي. اول حاجه بكتب انت مين وافتح قوسين، ثم بعد كده قوسين المجموعه، وابتدي اكتب الجمل بتاعتي اللي انا عايز انفذها ما بين قوسين المجموعه. وهنا قبل نهايه القوس ده بكتب ريتيرن 0 وسيمي كولون. ده كده نهايه الفانكشن بتاعنا اللي هي المين. في عندنا شويه اختصارات احيانا بنستخدمهم في البروجرام بتاعنا. يعني لو انا عايز اعمل باك سبيس اعمل ايه؟ باك سلاش بي. لو عايز اعمل هوريزونتال تاب اللي هم السبع مسافات دول باك سلاش تي. لو عايز اتنقل لسطر جديد احنا قلنا في اند لاين، وممكن برضو استخدم باك سلاش ان وهكذا. لو انا عايز احط دبل كوتيشن سنجل كوتيشن علامة استفهام باك سلاش، الكلام ده كله. طب تعالوا ننفذ ونشوف الكلام ده بعينينا. تمام، البروجرام اللي احنا هنستخدمه حاجة اسمها div c++. يعني انت هتخش هنا كده مثلا على جوجل، تمام، واكتب هنا كده دي اي في سي بلس بلس. شوف هو ظهر معاك اهو، تمام، وابتدي خش عليه وابتدي اعمل له ايه، اعمل له داونلود. البرنامج مساحته صغيره جدا، تمام، وممتاز ممتاز ممتاز فوق الوصف. فاحنا هنشتغل بالديف سي بلس بلس. طيب تعالوا نشوف كده البرنامج ده لما نفتحه بنشتغل بيه ازاي. اول حاجه بخش الاول على قائمة فايل، ثم نيو، ثم بروجكت، واختار حاجة اسمها كونسول ابليكيشن، واسمي البروجكت بتاعي ده سميه مثلا اي حاجة كده. فتح لي شكل البروجرام بتاعك، هو بيحاول يساعدك في الاول يقول لك ايه الجمل الاساسية اللي انت هتبقى محتاجها. فقال لك هاش انكلود اي او ستريم، ده في اي بروجرام هيبقى موجود. بعد كده هكتب يوزنج نيم سبيس مسافه اس تي دي سيمي كولون. وبعد كده اتفقنا احنا في المين احنا القوسين دول فاضيين مبدئيا، لسه احنا لسه ما دخلناش في الليفل المتقدم، فاحنا هنا لسه في البيجنرز المبتدئين. وعندي بعد كده فتحت اهو القوس، فتحت القوسين ادي قوس المجموعه وقفلته تاني. ده اللي هو ايه، بدايه ان انا اكتب اي كود عندي. وريتيرن زيرو ده نهايه الايه، المين فانكشن اللي هو نهايه البروجرام بتاعي. طيب انا ابسط حاجه خالص انا عايز اقول له ايه، سي اوت
هي بص بكتبها سي اوت وعلامتين اصغر من والدبل كوتيشن واقول له ايه ويلكم تو اور ليكتشر مثلا، اهلا بيك في ايه في المحاضرة بتاعتنا، وسيمي كولون. لو انا جيت انفذ الايه البروجرام ده كده، تعال ننفذ، بروح جاي رايح اعمل ايه، خش على اكسكيوت كومبايل اند ران، هيقول لي اسمه ايه، هقول له مثلا ديسايتين مثلا، سميه اي اسم يعني. فهبتدي ينفذ البروجرام بتاعي وهيطلع لي الناتج بتاعي فين، على الكونسول ابلكيشن او الشاشه السوداء بتاعتنا. بصوا هنا طلع لي ايه، طلع لي ويلكم تو اور ليكتشر، اهو ويلكم تو اور ليكتشر. يبقى ده كده عرفت ازاي اخرج داتا على مين، على الشاشه. طب افرض ان انا مثلا عايز اخرج اكتر من سطر، وعايز ان انا اخرج السطور مثلا ورا بعضها، يعني ايه يعني تحت بعضها، ممكن اعمل اند لاين ثم نقول له جود داي، يوم جميل. يبقى انا هنا عملت ايه، عملت حاجه في النص اسمها ايه اند لاين يعني. طب تعال نشوف الكلام ده، انا هنا عملت له ايه، ويلكم تو اور ليكتشر، اتنقل لسطر جديد جود داي، اتنقل لسطر جديد عن طريق مين، عن طريق الامر الاند لاين. يعني انا لو انا دلوقتي جيت قلت له شيلنا الاند لاين دي خالص، كنترول اكس تمام، وجيت رحت جاي عامل ايه رن، بص لزق كله في بعض، ويلكم تو اور ليكتشر جود داي، لازقين في بعض. طب انا شكل تعليمي بقى، لو انا عايز شكل تنظيمي، ان انا عايز اخلي الكلام ده يبقى ده في سطر وده في سطر، باجي اقول له ايه ويلكم تو اور ليكتشر، وبعد كده يا اما استخدم الامر اند لاين ان هو يتنقل لسطر جديد، او اقول له باك سلاش ان. لما جيت اعمل كده هتلاقيه هو لما اجي انفذ بص كده اتنقل لسطر جديد، يبقى باك سلاش ان دي نفس الفكره بتاعت الاند لاين بالظبط، ان هو بيتنقل لايه، لسطر جديد. طيب في عندنا حاجه تانية اسمها باك سلاش تي، تعالوا نجرب. ده المفروض هيديني مسافات، سبع مسافات واتنين على نفس السطر، بص اهي ويلكم تو اور ليكتشر، واداني مسافه ما بين مين، ما بين السطر الاول والسطر الثاني، او جمله الاخراج الاولانيه وجمله الاخراج الثانيه. طبعا الموضوع لذيذ وسهل، انت بس كل الموضوع انت محتاج تبتدي ايه، تجرب وتشتغل بايدك. احنا اتفقنا هاش انكلود اي او ستريم، دي المكتبه اي او ستريم، دي المكتبه الخاصه بالانبوت اوت فايلز او الانبوت اوت فانكشنز، اللي هو السي اوت والسي ان. عشان استخدم سي اوت بكتب سي اوت وعلامتين اصغر من، وابتدي اعمل ايه، اكتب الداتا اللي انا عايز اخرجها بين دبل كوتيشن، ده كده لو ايه، لو داتا نصيه. طيب لو انا عايز اخرج رساله تانية، هعمل الايه العلامتين الاصغر من بعد الرساله الاولانيه، يعني ممكن اعمل اكتر من رساله، ممكن اعمل اكتر من رساله اهو، مثلا يو ار نايس، واجي هنا اقول له سلاش ان كده. بص عرض لي ايه، عرض لي ويلكم تو اور ليكتشر، مسافه جود داي، واتنقل لسطر جديد عشان انا كنت عامل له ايه باك سلاش ان يو ار نايس. احنا لحد كده شباب النهارده خلصنا محاضرتنا النهارده، ونشوفكم ان شاء الله في محاضره جديده على خير. بالتوفيق يا شباب، مع السلامه.